السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: انهيار الواقع التعليمي في العراق، معاناة الطلبة بالحصول على الكتب والمعلمين. في العنوان الثاني: انتشار السلاح وتنامي مسلسل الاغتيالات يعمق من الانفلات الأمني ويثبت مدى هشاشة النظام في العراق. وفي العنوان الثالث: غياب القانون والنظام، نشاهده اليوم من خلال حادث قطار في منطقة قرمة بني سعد بالناصرية. ولدينا أيضا ضمن عناويننا: الزراعة في العراق تعاني، ودعوات لدعم الفلاحين والحفاظ على ما تبقى من الثروة الزراعية. أهلا بكم. عثر مواطن على مناهج دراسية كتب مرمية على شاطئ الفرات في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. هنا نذكر أننا عرضنا قبل أيام مقطعا يظهر فيه توزيع المناهج الممزقة والقديمة، فلنشاهد. السلام عليكم. شوفوا وزارة التربية، هاي شين هاي قدامكم؟ هاي كتب كلها بالكيس، كتب راح اراكم اياهن وين ذابيهن حتى تشوفون بعينكم شنو هو بعد الفساد. ذابيهن عالشط ويقولون ماكو كتب بالمدارس. شوفوا المناهج، شنو لنا المناهج على مود الطالب يروح يشتري من برا. هاي الكتب هاي شوف شوف، صف ثالث متوسط، سادس اعدادي، رابع اعدادي، فيزياء، هاي هذا قرآن، هاي شني مطالعة، هسه حتى انا مو قوي. شوف شوف كله بالباكيت، كله بالباكيت. وعلي جريمة، ترى جريمة. هاي شوف وين ذابين هين، ذابين عالشط. هذه الكمية من الكتب، تخيلوا كم طالبا يمكن أن يستفيد من هذه الكتب، كتب جديدة يتمناها كثير من الطلبة الآن في المدارس في العراق، خاصة في ظل ابتعاد الدولة عن تجهيز الطلبة بالكتب اللازمة، الكتب يعني الطبيعية، من أجل أن يقروا ومن أجل أن يستخدموها في القراءة والدراسة. يعاني الطالب العراقي من الحصول على كتب قديمة، بالتالي هذا الموضوع يدفع أولياء الأمور والطلبة كذلك إلى الذهاب إلى السوق السوداء من أجل شراء هذه الكتب بطبعا أثمان باهظة، وبالتالي قد يثبت أن هناك تعاون ربما مع جهات في وزارة التربية والتعليم، مع ميليشيات أو عصابات أو جهات مستفيدة بجعل المدارس تخلو من الكتب القيمة ومن الكتب القابلة للاستخدام، وأن تباع بالسوق السوداء بأثمان باهظة ربما من أجل المنافع المتبادلة. مدرسة الأمة العربية في منطقة العمل الشعبي بمدينة كركوك مركز محافظة التأميم، عامل النظافة هو الذي يقوم بتعليم التلاميذ بسبب عدم وجود كادر تعليمي في المدرسة، فنشاهد. بالقلم، إنما الإنسان لا يعلم. انت مدرب معلم؟ يقولون وقتي. انت شو شغلتك هنا بالمدرسة؟ خدمي. خدمي؟ اي. جاي تدرس؟ اي. ليش؟ ماكو معلمين. شو يا صف؟ ثاني. يلا. 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 العراق وطني. أنا عراقية. يقولون وقتي. هكذا تتعامل المؤسسة أو يتم التعامل مع المؤسسة التعليمية في العراق. القائمين على هذه المؤسسة أثبتوا فشلهم طوال السنوات الماضية طبعا بسوء إدارة هذه المؤسسة التي تبنى عليها دول وتقوم عليها أجيال تنفع هذه المجتمعات في النهاية. لكن للأسف في العراق المدارس الطينية تخلو من الكوادر التعليمية، تخلو من التجهيزات القرطاسية وغيرها والكتب، وبالتالي يعاني الطالب العراقي، يعاني الطفل العراقي بالحصول على تعليم لائق. وهذا الموضوع لا يستغرب أن يخرج العراق من التصنيفات المتعلقة بجودة التعليم، وأصلا لا يدخل إلى التصنيفات التي تقود أو التي تتحدث عن جودة التعليم في البلدان حول العالم.
في مقطع آخر، رغم كل هذه الصورة طبعا السوداء التي نتحدث بها، لكن لا يزال هناك بعض المعلمين الذين يبادرون لزرع حب الدراسة والتعلم والأمل في نفوس الطلبة. معلم قام بزرع نوع من الأمل في قلوب تلاميذ الصف الأول في المدرسة الابتدائية من خلال عمل باجات أو هويات تعريفية لهم مع صورهم، ولكن بعد التخرج. فلنشاهد. عسير عبود أبانا معلم مدرسة الشحيمية. كل إنسان يحتاج إلى الأمل، وهنا نخلق الأمل عند هؤلاء الطلاب، عند هؤلاء التلاميذ الأطفال الصغار. هنا طيار علي داود سلمان، وهنا طيار أيوب نبيل، وهنا ملاحظ فني كاظم عماد رباح، وهنا طبيب أسنان مهدي منتظر نخليه، هنا الطبيب سجاد حبيب هاشم، هنا المهندس مصطفى ستار كاظم، وهنا المحامي مرتضى لؤي جاسم، وهكذا إلى أن نصل إلى الضابط علي سالج. أمنيات 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 قد تتحقق بعد أكثر من 20 عام، أمنيات حتى نخلق أن العراق عامر، وإن شاء الله العراق بخير بعد 20 عام، وهؤلاء هم قادة العراق إن شاء الله. وشكرا لكم هنا في صف الأول، هنا صف الأول ابتدائي، نخلق فيهم الأمل وحب الحياة وحب المستقبل، وشكرا لكم. طبعا نتمنى لهذه الأجيال وللأجيال القادمة أن يعني يحظوا بما يتمنوه الآن من هذه المناصب وهذه المراكز وهذه طبعا يتبوأوا هذه المناصب، الحصول على شهادات عليا، خدمة هذا المجتمع بشكل أو بآخر، كلها أمنيات لأجيال، لآباء، لأمهات يتمنون لأجيالهم ولأبنائهم أن يصلوا إلى هذه المرحلة، أن يصلوا إلى هذا النجاح، أن يخدموا هذا المجتمع. طبعا المشكلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه في العراق، ربما قد لن يستفيد أحد من الخريجين، من الطلبة، سواء في أي مرحلة من مراحل التعليم، لأن هناك قيادة سيئة لهذا البلد، هناك تخطيط سيء، هناك قيادة هذا البلد إلى الانهيار على كافة مجالاته ونواحيه. وبالتالي الخوف على هذه الأجيال أن تبقى في هذا المسلسل، مسلسل الدم، القتل، الخطف، الفساد، الابتزاز، الرشوة، السرقات، الهروب من المدارس طبعا الذي يقاد إليه الطالب بسبب سوء النظام التعليمي، بسبب انهيار النظام التعليمي، بسبب غياب الرقابة على هؤلاء الأطفال. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع انتشار السلاح وفوضى السلاح في العراق. نموذج طبعا من نماذج انتشار ظاهرة بيع وشراء السلاح من قبل المنتمين للميليشيات على مواقع التواصل، تم هذا المقطع خلال عرض قطعة، أو عرض طبعا عن طريق عرض قطعة للسلاح للبيع عبر تصويرها بمقطع مصور في ظل غياب القانون والمساءلة لمن يبيع ولمن يشتري. فلنشاهد. مسدس سكساور عيار 15 طلاقة، تقريبا أحدث مسدسات موجودة هسه بالسوق. سعر المسدس هذا ما يقارب 50 ورقة. وجيناكم بالبايسكلات وإلا طحين، مع تمنياتي لكم بالتوفيق. تمنياته بالتوفيق. بالتوفيق لماذا؟ توفيق بشراء السلاح، توفيق بافتعال حروب واقتتال وقتل وخطف. ما نوعية التوفيق الذي تتمناه للمشتري؟ موضوع انتشار السلاح في العراق وبيعه وشرائه ليس بجديد، طبعا هذا الموضوع قديم منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة، حتى وصل الموضوع في بعض المراحل إلى أن يباع السلاح على الأرصفة في بعض المناطق، حتى الرمانات اليدوية المتفجرات تباع على الأرصفة في العراق. هذا الموضوع ينتشر الآن، هذا الموضوع وكما شاهدتموه طبعا يرتدي من بنطاله، يمكن ما فهمناه من هذا اللباس أنه يرتدي زيا حكوميا، زيا أمنيا، ربما قد ينتمي إلى ميليشيا، أو ربما قد يكون منتميا إلى الجيش، القوات
الحكومية أو حملة السلاح إن كانوا ميليشيات ينتمون لقوات حكومية أو لا ينتمون لقوات حكومية هم الذين يثيرون هذه الفوضى في العراق، هم الذين يقومون بنشر السلاح، بنشر هذا الفكر بخمسين ورقة $5,000 يمكنك الحصول على أفضل سلاح موجود في السوق حاليا هذا المسدس. فوضى انتشار السلاح وبيعه تتزامن أيضا مع استمرار سير العجلات المضللة التي لا تحمل أرقاما دلالية والتي غالبا ما تنفذ بها عمليات الاغتيال والسطو المسلح والاختطاف والتي تتجنب القوات الحكومية الاحتكاك بأصحابها كونهم قد يتبعون للميليشيات. دعونا نشاهد. أخوي العزيز أبو التاهة رحمل أهلك، يعني مضلل ما يخالف، الرقم مغطي ما يخالف، لأن الفلاشات اللي عميتنا بيهن شنو ما جاي افتهمان، والله العظيم فمشكلة، يعني مشكلة شنو هاي العالم، شنو هاي الأذواق السز ما جاي افتهم. تغطية الرقم وتغطية تضليل الزجاج وبالتالي تنفذ العمليات، عمليات الاختطاف أو الاغتيال أو أي جريمة ترتكب في العراق ولا يمكن الوصول إلى صاحبها بسبب يعني عدم وجود نظام يمكن أن يتعقب هذا النوع من السيارات. هذه السيارات منتشرة الآن في العراق بشكل كبير، معظمها تتبع لميليشيات، معظمها تستخدمها الميليشيات وفرق الموت الموجودة في العراق لتنفذ أعمالها. وفي ظل انتشار فوضى السلاح والمتاجرة به وفوضى تجول العجلات المضللة التي لا تحمل أرقام بعموم العراق تستمر مسلسل الاغتيالات، حيث تم اغتيال شاب في مدينة السماوة أثناء تجوله بدراجته النارية من قبل مسلحين مجهولين. فلنشاهد. أيضا من آثار ظاهرة انتشار السلاح في العراق ظاهرة الرصاص العشوائي التي تحصد يوميا أرواح العراقيين. هناك مناشدة من عائلة من محافظة البصرة فجعت بموت ولدها محمد فلاح الكناني الذي لم يبلغ من العمر حتى 18 عاما. فلنشاهد. في إسلام أنت جبان، جاي أقول لك الترمي أنت جبان، ما تستحي، لأن والله فجعت عوائل ولكم كافي. حسوا اليوم نوجه كلامنا شيوخ العشائر، انتم اهل العقل الناس الخيره، انا ادري بيكم الاغلبيه ورا اثبت على كلامات الاغلبيه انتم ما عندكم ضمير، لان هي راس الحكمه مخافه الله سبحانه وتعالى، لان جاي تعاهد كذب وجاي تقعد بالفواتح وجاي تقعد بالفواتح وتوصل هذا اليرمه خليه يولي بلغ عليه انت قائد شرطه البصره الفاتحه جاي يمكن لك احنا وياك مستعدين وياك عدد بسلاحنا بعددنا بكل وياك احنا نقول لك الفاتحه تصير بها رمي اخدم النايبه العرس اللي يصير بها رمي فلش العرس والله والله وحق رسول الله اذا سويتوها ثلاث مرات تنجح هاي العمليه بس شو تسوي انتم حكومه ما جاي توقفون وياك اليوم نجي ويا ابو حسن وموقف ابو حسن ابو حسن اخوي عظم الله لك الاجر الله يجبر مصابك الله يرحم محمد ان شاء الله برحمه شو تريد توجه كلام لهاي الناس اللي ما تستحي الله يختص من القصاص كوني نوعا مثل هاي النوع اللي مقمص كون هيك يعني كوني شعوذ قلبك مثل ما شعوذ قلبي مو بس انا وهاي الناس مثل الله يبين انت ناس تهبل هاي تكون الله ينتقم علي وعلى كل ما سواه. عندما يغيب القانون فيؤثر غيابه على كافة نواحي الحياة. نتابع مع حضراتكم اللحظات الأولى لحادث القطار في منطقة قرمة بني سعد. طبعا هذا القطار هو قطار بغداد البصرة، دهس أثناء مروره في منطقة بني سعد في مدينة الناصرية دهس قطيع للجمال في منطقة قرمة بني سعد، ونعرض لحضراتكم الصور الأولى لهذا الحادث. نصور هنا أول يوم طبعا تبايش كل شيء تروح في البصرة ها؟
ونتابع الآن صور أخرى لتأثر القطار بهذا الحادث. لكم الآن صور كاميرا المراقبة التي رصدت لحظة دهس قطار بغداد البصرة لقطيع الجمال في منطقة قرمة بني سعد بمحافظة ذي قار. وطبعا نذكر أيضا بحادثة قد عرضت سابقا، أقيم مجلس عزاء في إحدى المحافظات، وأحد الأشخاص الذين جاء ليعزي في هذا العزاء قام بركن سيارته على سكة القطار، وبالتالي منع القطار من التحرك بسبب وقوف هذه السيارة على السكة. دعونا نشاهد. طبعا أحلى لقطة راح أصورها ما تتفوت، بعض خطيه ساق القطار اللي يطلع والجماعه هنا عندهم فاتحه، شوفوا وين موقفين السياره، سيارات وين موقفين على سكه القطار. زين يعني شو يسوي ساق القطار؟ تفضل يريد يطلع القطار يعني يريد يطلع الرجال، شو يسوي؟ هذا ساق القطار واقف، الثاني ذول الجماعه يطلعون من الفاتحه على مود يطلع القطار. يلا شوفوا جاب السيارة يركض المعقل زين على مدة طلع السيارة. النوبي حاكي يلا هذا العراق الجديد زين طبق سيارته على شكل قطار طلعت السيارة هسه يلا راح يحرك القطار وخ راح يحرك القطار ها شباب حرك القطار يا الله فرجت واخيرا حرك الملفت في هذا المقطع أن سائق السيارة دخل في نقاش مع سائق القطار وهو قام بركن سيارته على سكة القطار ومنعه من التقدم. طبعا هذا الموضوع يعكس غياب الدور الحكومي في تخصيص هذه الطرق المخصصة طبعا للقطارات أو غيرها من السياج، غيابها من السياجات أو من الأنظمة أو الإشارات أو حتى ابتعادها أو عزلها بشكل أو بآخر عن المناطق التي تتواجد فيها الحيوانات الأليفة أو الأغنام أو غيرها. طبعا هذا الموضوع طبعا يعكس مدى غياب القانون، لا يوجد قانون في العراق، هناك فوضى في كافة المجالات، فوضى تنعكس في هذه المشاهد التي تابعتموها الآن. قد يتحدث البعض ويقول بأن حوادث القطارات موجودة في كل بلدان العالم. نعم هي تحدث في كل بلدان العالم، ولكن البلدان التي فيها أنظمة عندما يحدث فيها حادث قطار فترى هذا الخبر ينتشر على كافة المواقع وكافة القنوات الفضائية، لكن في العراق هو يعتبر حدث جانبي جزئي، لا يعتبر الحدث الكلي الموجود في العراق بسبب الفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد. نأتي إلى جانب آخر وهو جانب الزراعة. مواطن يتحدث عن الحال الذي وصلت له الزراعة في العراق ويناشد
المسؤولين والمزارعين إلى إنقاذ الزراعة وعدم الاعتماد اقتصاديا على النفط فقط. فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش ما نجعل عراقنا وكل احنا نساعد؟ ليش هذا الرارنج مو قدامكم شوفونه يعيش بالأجواء الحارة ويعيش بالأجواء الباردة؟ هذا شوفونه الياس عندنا اللي راح غطتها عليه الكانو كابرس. ليش ما نساعد كل احنا ونتعاون ونجعل يعني البساتين مالتنا ونشجع المزارعين بكل العراق بكل محافظات العراق نشجعها ونعيد الثورة ونعيد يعني هذه ثروة زراعية ليش نفقدها عندنا بالعراق؟ وإذا كان بلدنا نفطي شنو يعني النفط؟ النفط على جنب والزراعة على جنب. ليش أنه تجد كل العراق بأكمله يعني حتى عندنا المناطق الشمالية حتى كركوك ما عندنا شارع؟ أهلا بكم من جديد في فقرة أراكم. الموضوع عن إعلان وزارة العدل بصدور مرسوم جمهوري بإحالة رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ونوابه نور الملكي إياد علاوي وأسامة النجيفي إلى التقاعد. دعونا نشاهد هذا البيان. طبعا هذا المرسوم الجمهوري رقم 71 لسنة 2018 تعيين الدكتور برهم صالح رئيسا للجمهورية وإحالة فؤاد معصوم إلى التقاعد وكذلك نور الملكي أسامة النجيفي وأياد علاوي. فكرة إحالتهم إلى التقاعد هي مأساة حقيقة يعاني منها العراقي. يحالون إلى التقاعد ويتسلمون مناصب أخرى. هذا الموضوع شاهدناه في دورات سابقة، شاهدناه في حكومات سابقة عندما يتحول أو يحال المسؤول إلى التقاعد ولكننا نجده بعد ذلك تسلم منصب معين، ولكن هذا لا يمنع من أن يستمر بالحصول على التقاعد من منصبه السابق. هناك كوارث كبيرة تتعلق بقضية التقاعد للمسؤولين وللنواب التي لا تجوز لا قانونيا ولا دستوريا ولا في أي بلد في العالم أن يحصل نائب أو مسؤول يعني عمل لفترة 4 سنوات فقط على حق التقاعد في هذا البلد، إذا كان هذا الحق طبعا يتقاضى على أثره ألاف أو مئات الألاف من الدولارات، في حين المواطن الذي خدم هذا البلد لـ30 عاما أو أكثر لا يحصل على عشر ربما أو أقل مما يحصل عليه المسؤول. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت. أم دانيا النوري تقول: مو أصحاب فخامات مصاصي دماء وقوت الشعب، مو أصحاب فخامات مصاصي دماء وقوت الشعب. أيضا في تعليق آخر داوية تقول: الله ينتقم منكم 4 سنوات ثم تقاعد، لا لتقاعد المسؤولين وحسبي الله ونعم الوكيل بكم يا سياسي العراق من شيعة وسنة وأكراد. عباس يقول: يعني عندك المالكي يأخذ تقاعد رئيس الوزراء السابق وتقاعد نائب رئيس الوزراء السابق وياد علاوي نفس الشيء والنجيفي رئيس البرلمان سابقا ونائب رئيس سابق، بالله هذول شلون يعني فهمونا؟ ترى ماكو هيجي. وأيضا لدينا في التعليقات التي وردت واثق العاني يقول: في كل دول العالم حتى في الدول الكولية ماكو واحد يخدم 4 سنوات ويطلع تقاعد. في تعليق آخر: أوراق متساقطة يقول أو تقول، يعني تقاعدهم مثل أي موظف كل شهرين 800,000 لو هم ملايين، يعني تتكلم عن قيمة التقاعد الذي يحصل عليه المسؤول في العراق. ألم الفراق خوش مكافأة لهم على نهب هذا البلد اللي يهجموه بعد 100 سنة ما يوقف على رجليه مرة ثانية. طبعا نتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، نتمنى لهذا البلد النهوض، نتمنى لهذا البلد السلامة، الخلاص من هؤلاء الذين جثموا على صدور العراقيين. يعني دعونا نتمسك بأمل، دعونا لا نكون محبطين، لا نتمتع بهذه النظرة التشاؤمية السوداء قدر الإمكان بالرغم من المصائب التي يتعرض لها المواطن العراقي يوميا. نراكم بعد قليل. في فقرة هاشتاج بصرتنا حرة، طبعا هذا الوسم الذي تفاعل معه النشطاء العراقيون. مصطفى البرزنشي يقول: بأهلها بشبابها وبناته أو بناتها وشيوخها ورجالها، البصرة بصرة الخير والعطاء، نفتخر بوقفتكم ضد الفساد والمفسدين
وستذكر الأجيال متظاهري البصرة الشجعان ضد السياسية المحاصصة والطائفية تحية إجلال واحترام وتبا لكل من خذلكم أو يشوه سمعتكم. في تغريدة أخرى علي يقول: مهما قالوا ومهما فعلوا، مهما جمعوا العساكر، مهما حاولوا قمع الأصوات، ستبقى بصرتنا حرة، ستبقى بصرتنا وشبابها فوق هاماتهم. أيضا ميرزا ياسر: إطلاق سراح المعتقلين المشاركين بالمظاهرات وعدم المساس بهم، هذا مطلب. أيضا في آخر التغريدات في هذه الحلقة حسين السعيد يقول: كانت ولا تزال عنوانا للتعايش السلمي بمختلف أطيافها، احتضنت العلماء والأدباء والفلاسفة، هي النخلة التي أظلت ضفاف شواطئها، هي مرحبا وحبوبي، وطبع كلام أهلها يكفيها فخرا أنها ثغر العراق أو ثغر العراق الباسم، ولن ينحني شعبها الأصيل لكل المؤامرات التي تحاك ضدها. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.